سنتين فصل الخريف ما كانش مهم قوي يعني، كان جو معتدل نسبيا او مايل للصيفي نسبيا، فكنا اغلب الوقت بنلبس صيفي لغايه لما نبتدي نخش على الشتاء فنبدا نلبس شتوي. لكن دلوقتي الوضع اختلف. جايز واتساب، انا مثلا بعمل فيديوز عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا وازاي نبني دولابنا صح وازاي نلبس لو احنا بتيت، وعن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما، فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. سنتين فصل الخريف ما كانش مهم قوي يعني، كان جو معتدل نسبيا او مايل للصيفي نسبيا، فكنا اغلب الوقت بنلبس صيفي لغايه لما نبتدي نخش على الشتاء فنبدا نلبس شتوي. لكن دلوقتي الوضع اختلف والجو بقى كل يوم بحال يعني، الصبح ساعات بيبقى حر، بالليل بيبقى ساقعه، في ايام دلوقتي فيها شتاء واحنا برضك لسه مصيفين عادي، فده يخلينا ندي اهتمام اكتر للفصل دوت ونعمل له فيديو النهارده عن حاجة الاساسيات هنتكلم بتاعته. عنها دلوقتي هي البيزكس، وانا هنا بتكلم عن البيزكس الرفيعة اللي هي ممكن تكون تلت او ممكن تكون كم بس بتكون خفيفة. انا هوريكم اللي عندي دي، زي ده كده، ده وشه زي ده كده وزي المضلع دوت، دول بيبقوا حلوين جدا وعمليين بالنسبه لي جدا في الفتره دي، لاني ممكن البسهم لوحديهم زي ما هما كده على بنطلون جينز يكون اوفر سايز شويه او اللي هو يكون الفيت بتاعه لوز، وممكن لو الدنيا مسقعه شويه وانا نازله بالليل فاقدر البس تحتيه حاجه زي ده. وطبعا بنعمل لايرنج بيهم في الشتاء علشان بتبقى حاجات رقيقه، فوقت لما بنعمل بيها لايرنج ما بتكلكعش معانا وسط الهدوم، فبحسهم مهمين جدا. هو اغلب الحاجات اللي في الفيديو ده هي مستعمله عموما، دول برضه كانوا مستعملين، فعشان كده الوانهم مش بالنسبه لي اللي هي الالوان اللي بحبها، بس هم حلوين جدا وعمليين، وده بقاله معايا اكتر من سنتين وده لسه جايباه الشتاء اللي فات، فانا محتاجه غالبا واحد ابيض وواحد بيج، بس هم عمليين جدا وحلوين وبتقدروا تلاقوهم ياما في المستعمل يعني. برضك بتلاقوهم في المحلات برضك عادي، بتلاقوا الحاجات دي منتشرة وموجودة لانها تعتبر اساسيات في الفترة دي. وتاني حاجة معانا انا مش عارفة اسمها صراحة بالظبط، ولكن هي الحاجات او البلوفرات اللي هي بتبقى بسوستة كده او بتكون بزراير، زي مثلا اللي انا لابساه، وزي حاجتين كمان هوريهم لكم، زي اللي انا لابساه دوت برضك، ده بزراير وهو كروب كده، والطقم ده في الشتاء انا ممكن يعني انا ممكن انزل بيه كده، وممكن في الشتاء ازود عليه الكوت او ازود عليه مثلا جاكيت من اللي هي الجاكيت اللي هي الكاجوال دي، هيبقى حلو جدا وعملي جدا، واقدر برضك اضيف تحتيه لايرنج تانية زي اللي هي البيزك اللي انا وريتها لكم من شويه، رصاصي وجاكيت مثلا اسود، هيبقوا حلوين جدا وعمليين. دول برضك انا بحبه جدا وبحب البسه، ولبسته الشتاء اللي فات كتير جدا جدا، وكنت جايباه برضك مستعمل وكان بحوالي 35 جنيه، كان اول الشتاء زي الشهر الجاي كده، مش اول الشتاء يعتبر، مع نص الخريف. في ده عندي بقاله فترة كبيرة يعني، بقاله عندي ممكن سنتين ثلاثة، بس ده على فانتج شوية وده اوسع يعني، ده مقاسه مظبوط عليا، ده مقاسه اوسع شوية، فبلبسهم ساعات لوحديهم وبلبسهم ساعات على حاجات، وعندي واحد تاني موف وعندي واحد تاني كحلي في سوستة، ومؤخرا جبت لسه واحد اليومين اللي فاتوا هوريلكوا في الهول بتاعة الخريف اللي انا اشتريتها من الهدوم المستعملة، وكان بتاع جاستس بير تيشيرت ابو سوستة بتاعهم دوت هناك، وجبته برضك بحاجه بسيطه مش فاكره كان ب 20 جنيه ولا ايه، بس هو خامه كده على كتان اللي هي خامات خريف يعني، ده اليومين دولت ممكن يحرر نسبيا علشان ده كشمير وده برضك هيحرر لانه فيه نسبه صوف، بس التاني خامه على كتان فاقدر البسه، وبرضك اللي انا لابساه ده على قطن فمش هيحرر قوي يعني. وطبعا زي ما قلنا نقدر نعمل لهم لايرنج بسهوله جدا في فصل الشتاء. تالت حاجه معانا هي البلوفرات، البلوفرات العاديه بتاعتنا عادي، ولكن انا برجح يعني وبحب ان هي تكون اوفر سايز، لان احنا دلوقتي عندنا اللي هي مثلا لو جبنا حاجات بيزكس زي اللي هي التيشيرتات وجبنا الحاجات اللي هي بزراير او حاجه واحده بسوسته، فهيبقى ناقصنا بلوفر يكون شانكي شويه، فممكن حاجات زي كده هتفي بالغرض او اي بلوفر عموما هيفي بالغرض، بس المهم ما يكونش داخله نسبه صوف عاليه، لان بردك حاليا لما بنلبس بردك حاجات فيها نسبه صوف عاليه او حاجات اللي هي بتعمل حراره في الجسم نحس ان احنا حرانين، لان احنا ممكن نكون سقعانين واحنا بره، بس اول ما بنخش مكان نحس اللي هو فيه نسبه حر كده مش عارفه. فبرجح انكم تجيبوا حاجات تكون نسبه الصوف فيها بسيطه مش كبيره قوي، نقدر بردك نستغلها في الشتاء ونقدر نستغلها في الخريف. رابع حاجه معانا هي سويت شيرت واللي هي كمان القطع الساتس اللي هي بتكون سويت شيرت وسويت بانس، الحاجات دي بتبقى منتشره جدا الفتره دي، وهتلاقوا اللي هي ظهرها هتكون مش بتبطن، لان احنا مش محتاجين الحاجات المتبطنه من جوه هتحررنا جدا الفتره دي، فهنقدر بردك نجيب حاجه زي كده وهنقدر بردك نستغلها، طبعا نقدر نلبس سويت بانس لوحده والسويت شيرت لوحده، سويت شيرت نقدر نستغله في الوقت دوت في ان احنا هنعمل شبه الولاد كده لما بنلاقيهم في الشارع لابسين سويت شيرت وعليه الشورت، احنا بقى نقدر نلبس
الجيبات بتاعتنا الصيفي عليهم بيبقى شكلهم حلو جدا زي الصور اللي هنزلها لكم كده. بحب الستايل ده، بحس اللي هو دامج ما بين الصيف فعليا والخريف كده، ان احنا لابسين حاجة صيفي من تحت ولابسين حاجة اللي هو تدفينا شوية من فوق. فالستايل ده حلو جدا وبحبه قوي، يعني اللي هو حاجة مختلفة كده. او نقدر نلبسهم هما الاثنين على بعض في الشتاء، ونقدر نلبس فوقيهم بافر جاكيت، او مثلا نقدر نلبس فوقيهم كوت، اي حاجة من الحاجات دي هتمشي وهتبقى حلوة في الخريف وهتبقى حلوة معانا في الشتاء. ونقدر نشتريهم بالوان مثلا ترابية او درجات زيتوني او درجات اللي هي البنيات، علشان دي درجات الخريف وبرده هتنفع معانا في الشتاء. خامس حاجة معانا هي الرأي الرسمي للخريف بالنسبة لبنترست. اول ما تكتبوا كده تنسيقات لفصل الخريف مثلا على بنترست، هتلاقوا اول حاجة تظهر لكم هو الجاكيت دوت. انا ما عنديش منه حاليا، بس انا عندي حاجة شبهه كنت جايباها الشتاء اللي فات او الخريف اللي فات بقى، هنزل لكم فيديو اللي موجود فيه الحاجات اللي كنت شاريها وقتها. ده من الحاجات اللي بسهوله جدا تقدروا تلاقوها، يعني انا كنت في ديفاكتو من كام يوم لقيته منتشر جدا هناك، وكان فيه الوانات كتير جدا، كان فيه الوان فواتح والوانات اللي هي بتاعت الخريف، حلو جدا وعملي، وبالنسبه لي بعتبره بديل للقميص بتاعنا الصيفي العادي. يعني اقدر مثلا البس تحتيه تي شيرت صيفي عادي والبسه فوقيه بديل للقميص، او اقدر مثلا لو الدنيا سقعت شويه البس بيزي خريفي من اللي عندي دول، هيبقى بردك حلو. وطبعا في الشتاء نقدر نضيفه كطبقه كده متوسطه طبعا، عشان الشتاء بيبقى الجو ساقع جدا زي الشتاء اللي فات كده. فهنلبسه مثلا، نلبس طقم زي ما هو ونحط فوقيه بقى كوت، نحط فوقيه الجاكيت اللي احنا عايزين نحطه، هيبقى بردك حلو دلوقتي جدا. اني افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها، العيله بتاعتنا بنتكلم فيها عن الفاشون، عن مشاكلنا، عن ازاي نحل كل مشاكلنا في الفاشون، من ان احنا نلبس صح، من ان احنا دايما يكون عندنا اوتفيتس نلبسها، ونحل مشكله ان احنا ما عندناش هدوم. اتكلم في القناه عن كل الحاجات اللي تقدر تزود ثقتك في نفسك من خلال ستايلك ومن خلال لبسك. لو عايزين تنضموا للعيله ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروا لاصحابكم علشان القناه تكبر بسرعه. سادس حاجه معانا هي الكارديجانات. والكارديجانات من الحاجات العمليه جدا اللي بحبها جدا، اللي من ساعه ما اختلف شكلها وبقى الشكل اللي هو السبعه دوت اللي بنشوفه حاليا، بقيت احس ان هي مناسباني اكتر وكيوت اكتر كده. وفي منها الكروب، في منها الطويل، دي اكتر حاجه حرفيا كنت بلبسها في فتره الخريف وفي فتره الربيع بالذات في الشغل، لانها عمليه جدا. انا عندي واحد كحلي، ثواني، الكحلي دوت ده برضه كنت جايباه في نفس الفيديو اللي هنزل لكم اللينك بتاعه دوت. كل الحاجات اللي انا بنزلها دي مستعمله وكلها من مكان واحد يعني، وده كنت جايباه برضه ب 35 او حاجه كده، وهو طويل وحلو جدا بالنسبه لي عملي، رغم اني ما بحبش الكحلي بس هو بيليق على هدوم كتير جدا عندي. وعندي واحد تاني بيج برضه جبته على اخر الشتاء، بس اتقل من ده وفي ضفاير كده منه فيه، بس هو حاليا مش موجود لان انا مطلعتش الشتوي كله، وكنت جايباه ب 40 جنيه اخر الشتاء. وعندي دوت برضك هو حاجه هجينه كده بين الفيست وبين بين الفيست وبين الكارديجان، واصلا كان بنص كم بس انا عملت له اعاده تدوير وخليته فيست كده، خليته حسيت ان هو شكله كيوت واحلى كده، وبيبقى اضافه للاوتفيت لما باجي انسق اوتفيت. الحاجات دي هنزل لكم برضك الصور وانا لابساها، وهنزل لكم صور من على بنترست لحاجات شبهها. الكارديجان ده حلو جدا وعملي جدا، طبعا عندي ساده ولكن في حاجات بتبقى مطبوعه، في حاجات بتبقى مرسوم، في حاجات بتبقى كيوت جدا، تقدروا تجيبوا اللي انتوا تحبوه. برضك شفته في محلات كتيره جدا الفتره اللي فاتت. مش عارفه دي الحاجه الكام، ولكن الحاجه دي هتكون الفيست. الفيست من الحاجات اللي كانت ترندي جدا الفتره اللي فاتت، او من سنتين تقريبا من ايام الكورونا هو ترندي، بس انا بحسه دلوقتي بالنسبه لي من اساسيات الشتاء، بحسه من القطع اللي تقدر تعمل الفيت كده للاوتفيت، وبحسه اضافه للاوتفيت جامده، يعني اللي هو نلبس حاجات بيزك فنضيفه عليها بيبقى حلو، وحلو جدا في اللايرنج في الشتاء. انا عندي واحد اخضر وعندي واحد ابيض وعندي واحد كحلي كده طويل، طبعا هو في منه الكروب، هتلاقوا في الكروب وهتلاقوا في الطويل. انا الابيض والاخضر اللي كانوا عندي يعتبروا بردك اعاده تدوير، كان عندي البلوفرات كانت بكم وانا ما كنتش بلبسها، فروحت قصها قلت علشان اجرب اشوف شكلها هيبقى ايه وهحبها ولا لا، ولما حبيتها جبت الكحلي دوت اخر الشتاء اللي فات، هنزله لكم بردك في الصور. بس الكحلي دوت على قطن شويه فهو مناسب جدا للفتره دي، فعايز اشتري واحد تاني او حاجه تانية على صوف في الشتاء. بس بردك هتلاقوا خامات تنفع معاكم ان انتوا تلبسوها الفتره دي، وتنفع ان انتوا تلبسوها في فتره الشتاء بردك عادي، فهو حلو جدا وعملي، وبرده هنزل لكم تنسيقات بيه. اخيرا بالنسبه للجواكت، هما جاكتين بس اللي هيكونوا مناسبين معانا الفتره دي، وهو طبعا الجاكيت الجينز ده اساسي بالذات لو خامته تقيله نسبيا شويه، فهيبقى حلو جدا وعملي، وتقدروا تنسقوه طبعا باكتر من طريقه، مش محتاج اتكلم عن الموضوع. الفتره اللي جايه هتلاقوا ان ترندي جدا ان احنا نلبس الاوتفيت كله جينز مثلا، يعني زي جاكيت جينز وبنطلون جينز، فتقدروا تستغلوا الموضوع ده لو عندكم،
طبعا هنقول ان احنا هنمشي على حنفي القبه، بس لا عادي هيبقى حلو جدا لو ظبطنا الاكسسوارات بتاعته وظبطنا الشوز والشنطه بتاعتنا، هيبقوا حلوين جدا. يعني الحاجه التانية اللي اكيد هتكون معانا هو ترينش كوت. ترينش كوت كمان من الحاجات اللي هتكون نازله ترندي الفتره اللي جايه في الشتاء. هو اساسا يعني قطعه خريفيه، لان هو بتبقى خامته اللي هي حاجه كده على جبردين شويه، وحلو جدا وعملي. ساعات بتلاقوه متبطن وساعات لا. انا عندي واحد هنزل لكم صورته وهو متبطن برضو، كنت جايباه مستعمل، كنت جايباه اخر شتاء من سنتين تقريبا، كان 150 جنيه. في منه برضك الطويل وفي منه القصير. انا بالنسبه لي الطويل هو الاحلى، اللي هو يبقى الطول اطول من بتاعي ده شويه وبسيط كده، هيبقى احلى وعملي اكتر، عشان لو لابسين فستان لو لابسين جيبه هيبقى احلى. يعني في منه درجات ياما، وهتلاقوه منتشر جدا الفتره اللي جايه اصلا. بس هو من الحاجات الحلوه جدا اللي لو فتحتوا اي مقال عن مثلا ايه اساسيات الخريف هتلاقوه دايما فيها. بالنسبه بقى للبنطلونات والحاجات اللي ممكن تتلبس من تحت، انا خدت لفه كده على بنترست وعلى مقالات ياما، ما لقيتش ان في حاجه ممكن تتضاف بالنسبه للخريف حاجه يعني مميزه، غير ان في ناس بتجيب بنطلونات جملي، ممكن تجيب بنطلونات كريمي، بنطلونات ابيض. البنطلونات الكريمي بحسها اللي هي حلوه، بس انا بالنسبه لي ما بحبش الالوان قوي في البنطلونات، اللي هو ما بلبسش غير حاجات معينه قوي باختيارات معينه. فبالنسبه لي البنطلونات هي مش بضيف فيها حاجه. الحاجه اللي ممكن تضيفوها الفتره دي واتكلمت عنها في فيديوهات ياما هي البنطلونات القماش، بحسها اللي هو فيها شيء من الكلاسيك كده، وبتدينا شياكه في الطقم كده، اللي هو شكلنا بولشد كده. فبحسها من الحاجات الحلوه تقدروا تجيبوها. تقدروا تجيبوها وايد ليج مثلا لو انتوا زي حالاتي قصيرين وكيرفي شويه، او تجيبوا اللي هو القصه المستقيمه برضك هيبقى حلو. ركزوا وانتوا بتشتروه على حوار الكسر، عشان هو بيبقى فيه كسر، فشوفوا الكسر اللي تناسب جسمكم هيبقى حلو وعملي. في حاجه بقى ان احنا نقدر نستفيد، الصيفي دلوقتي عليه سيل جامد، فنقدر ان احنا نجيب قماش نعمل منه فستان رقيق مثلا، نقدر نضيف عليه سويت شيرت، او نقدر نلبسه على كارديجان، نقدر نعمل جيبه لو مش بنحب الفساتين مثلا، هتبقى حاجه لطيفه وكرييتيف، وبفكر اعملها الفتره اللي جايه يعني، لان انا ما عنديش جيبات قوي اللي هي تنفع ان انا البسها في الخارج. بالنسبه للشوزات، فالحاجه اللي نقدر نضيفها الفتره اللي جايه وهي هتكون ترند جامد وقوي في الشتاء هي اللوفرز، هتلاقوها منتشره جدا في اطقم الخريف، وممكن الصنادل والسليبرز او اللوفرز اللي هي المفتوحه. هنزل لكم برده صور بالحاجات دي عشان تشوفوها لو الجو يسمح ان انتوا تلبسوا مثلا صندل، او ان احنا لابسين مثلا حاجه مش تقيله قوي، فنقدر نلبس صندل مثلا اللي هو كان نازل الصيف اللي فات، او سليبر، فيبقى الموضوع حلو ولذيذ. بس كده اي هوب يو انجوي، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو طبعا مش تعملوا له لايك وتشيروا لاصحابكم علشان القناه تكبر وعلشان الفايده تعوم يعني. الله بكره او بعده بالكتير هنزل فيديو جديد عن ازاي بقى ندمج هدومنا الصيفي بهدومنا الشتوي، بحيث ان احنا لو مفيش امكانيه او مش هنشتري فنقدر نلبس بردك الفتره دي ايه، او هنعمل ايه يعني الفتره دي. فاستنوا الفيديو اللي جاي برده، هيكون فيديو مهم جدا وهيكون مشابه للفيديو بتاع الفورميلاز بتاع الصيف اللي كنت منزلاه من فتره، بردك هسيب لكم اللينك بتاعه علشان تشوفوا الفكره يعني. بس كده، باي.